Mechanism of hearing, طريقة السمع. Sound wave are directed by the ear will not strike on the tympanic membrane. الموجات الصوتية بتوجه بحلمة الأذن ear بينا to strike on the tympanic membrane, تروح للغشاء التمبانيك أو طبلة الأذن. Vibration of the tympanic membrane, tympanic membrane result in movement of ossicles in the middle ear. الفايبريشن الهزة اللي بتحصل في الغشاء التمبانيك ممبرين أو طبلة الأذن بيؤدي إلى حركة في العظام الأذن الوسطى، عظام الأذن الوسطى قلنا ثلاثة عظام هي المالولوس أن إنكس وستاب ستابس، دي العظمة الثالثة. The stabs knock in the oval window. الستابس تكون تخبط أو تنغر أو تدق الشباك بتاع الأوفال البيضاوية، النافذة البيضاوية. This generate pressure waves in the prelymph of the sacula vestibuli and sacula tympani. ده بيؤدي إلى إنه تتولد موجات ضغط على البريليمف of sacula vestibuli والsacula tympani. Waves in the prelymph generate waves in the endolymph of the sacra. لا ميديا تقوم كل لما تيجي هنا موجات اللي موجودة في البريليمف تؤدي لتوليد موجات داخلية في الاندوليمف of the sacra. ميديا the endolymph move the ductorial membrane. الاندوليمف دي تقوم تحرك الدكتوريال الغشاء الدكتوريال membrane and this stimulates the hair cells in the organ of Corti. وده يأثر على الخلايا الشعرية في عضو كورتي by causing potassium influx، بتأثير بأنه تدخل البوتاسيوم داخلها. ده يؤدي إلى تولد جهد this resulting in action potential are transmitted through the cochlear division. ودي بتنتشر هنا action potential جهد في through the cochlear division بتاع الفستيبيولو كوكليير نيرف عصب بتاع الفستيبيولو كوكليير بيأثر على الكوكليير ديفيجن اللي هو بتاع الأذن اللي هو ده الايت كرينيال نيرف العصب الثامن رقم 8 السابع هو الفيشل الثامن هو الفستيبيولو كوكليير to the dorsal and ventral cochlear nuclei in the middle تروح للنواة الفنترال والدورسال كوكليير in the middle then to the medial genuculate body in the salamus بعد كده تروح إلى medial genuculate body في السلامس they eventually reach the auditory cortex at the temporal lobe في النهاية يصل الـ auditory cortex في temporal lobe in the salivian fissure to give sensation of hearing تؤدي لقدرة السمع mechanism of hair cell stimulation كيف يحدث التأثير على الخلايا الشعرية. Hair cells are found in all structure of inner cells. بلقى الخلايا الشعرية دي موجودة في كل أعضاء الأذن الداخلية. أعضاء الأذن الداخلية اللي هي cochlea, auricle, saccule and semicircular canals. In each of these structure في كل واحد من الأعضاء دي they combine with tentacular cells to form the following sense organ. هي تقوم تتحد مع lacunar cells عشان تعمل الأعضاء دي اللي هي organ of corti اللي هي عضو كورتي عضو كورتي في الكوكليا ده اللي هو مزول كون على hearing السمع والأوتيليسك organ عضو أوتيليسك في الأوريكل for equilibrium ده للتوازن وكمان بلقى العضو ده في الساكيول كمان هو للتوازن وده في لما يكون موجود في الأوريكل بيديتكت لينير موفمنت في الهوريزونتال بلين بيكون هوريزونتال اوكي مستعرض وفي والاوتو لايستيك اورجان في الساكيول ده بيتوازن ديتكت لينير موفمنت الحركه المستقيمه اللي بتحصل في الفيرتيكال بلين الكريستا امبيولاريس in each of three semicircular canal for equilibrium السيستا امبيولاريس دي مسؤولة عن الحركة الدائرية detector rotational movement حركة دائرية واحدة كانت الحركة الأفقية واحدة الرأسية ودي الحركة الدائرية
Hair cells have two types of hair processes projecting from their apical membrane. الخلايا الشعرية دي عندها نوعين من البروسيسز زوائد اللي بتخرج من الابيكال ميمبرين، اللي هما الزوائد دي الاستيريوسيليا والكاينوسيليوم. الاستيريوسيليا هما موتايل سيليا found in all types of hair cells، موجودة موتايل سيليا وهداب متحركة موجودة في كل أنواع الخلايا الشعرية. increase progressively in height towards the other type، بيزيد في الطول بتاعها compared to the other type. اللي هي الأذر تايب ده هو مين؟ هو الكينوسيليوم. one immutile large cilia، سيليا بتكون كبيرة في حجمها وهداب طويلة. found in all structure of the inner cells except the cochlea، دي موجودة في كل الأجزاء بتاعة الأذن الداخلية ما عدا في القوقعة. the process of hair cells are passed into the endolymph، الزوائد بتاعة الخلايا الشعرية دي بتروح في الاندوليمف، which is rich in potassium ions، تكون غنية بأيونات البوتاسيوم. where their bases are passed into perilymph، the pressure waves in the endolymph pushes the shorter stercocilia towards the kinocilium or towards the highest stercocilium as in the cochlear. this causes opening of the mechanically gated cations channels، ده بيؤدي لفتح القنوات ميكانيكيا allowing potassium and calcium influx، يدخل البوتاسيوم والكالسيوم ويتأدي لتورد جهد. this generated action potential stimulate release بتاع النيورو ترانسميتر بعدك تجي الرسائل العصبية most probably اللي هو بيطلق مادة الكولتامين، اللي هي تنطلق مادة الكولتامين من البيز بتاع الهير سيلز من قاعدة الخلايا الشعرية. this generate afferent impulses، وانت منطلق مادة الكولتامين بتأدي إلى تولد إشارات in either the cochlear or the vestibular division of the vestibulocochlear nerve، يا تؤدي لإشارات في العصب السابع اللي هي في الكوكليير بتاع الغوغعة أو الفستيبولار بتاع التوازن القسم بتاعه في الفستيبولوكوكليير نيرف. وهنا قلنا دي الميكانيزم of hair cell stimulation. شوفنا هنا عندي ستيركوسيليا وعندي كينوسيليا not found في الكوكلير، ما موجودة الكينوسيليام دي زي ما قلنا. لما يحصل displacement في الاندوسيليام يؤدي للإنفلكس بتاع البوتاسيوم، والبوتاسيوم بيدخل inside الخلايا الشعرية دي بلس انه يدخل معاه some calcium ويؤدي في الفيزيكلز، ويحصل هنا سينابس تطلع مادة الكولتامين وبهنا يمشي للأفرنت نيرف في الأعصاب أثر فيها.